أبناء النوبة في غرب سهيل وعامة في أسوان مبسوطين، واليوم عيد عندنا هنا عشان وجود الرئيس وسط أبناء النوبة. سيادتك إن أول رئيس جيت في النوبة مرتين في خلال شهر، وعايزين المزيد إن سيادتك تحضر عندنا على طول إن شاء الله. النهارده في عيد وفرح وهيصه ومبسوطين جدا بسعادتك، وزي ما وعدتنا الزهر اللي فاتت ان انت تيجي قريه غرب السير. تمام، وجيت وشرفت لنا، وده شرف عظيم لينا. نورت القريه النوبيه، والقريه النوبيه منوره بيك، يا رب دايما تبقى منور القريه النوبيه. واحنا مبسوطين جدا انك انت شرفتنا وانك وفيت بوعدك لينا وجيت لنا مره ثانيه يا فندم. احنا مبسوطين ان الرئيس جاي يطمن علينا ويشوف طلباتنا ومش نسينا، وبجد يا دي اول مره رئيس جمهوريه يجي يزورنا، فانت بجد نورتنا. انا حاسس ان احنا بجد ان الرئيس مهتم بينا وجاي يشوف طلباتنا ويطمن علينا. احنا النهارده بالنسبه لنا يوم عيد لزياره سياده الرئيس، والله اسوان وقريه غرب سهيل مبسوطين والناس كلها فرحانه. الحته اللي بيخشها سياده الرئيس يعمرها ويعبيها تنميه، والخير كله بيخش وراه. والله تحيا مصر. اكدلي يعني بحبك يا ريس، اهلا بيك في بلدنا في قريه غرب سهيل. مبسوطين بزيارتك لينا، ومبسوطين التطورات اللي حصلت في البلد، وحاسه ان احلامنا هتتحقق مع زياره الرئيس. مبسوط ان سيادتك شرفتنا في اسوان ونورت البلد وخليتها حاجه تانية بوجودك. احنا سعداء النهارده بزياره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونور اسوان، واسوان كلها فرحانه بزيارته ليها، ويا ريت يكررها كتير، وان شاء الله كده ايه المستقبل يبقى احسن، وان شاء الله احلامنا كلها تتحقق باذن الله. ونحبك يا رئيس. كل طلباتنا اللي احنا كنا عايزينها وان الصعيد محتاجها قلناها لسياده الرئيس في لقائه معانا، وهو سياده الرئيس ان شاء الله هيلبي كل طلباتنا وكل احتياجاتنا، وفي النوبه بالاخص والصعيد عامه. وهو دلوقتي بيعمل حاجات كويسه للبلد، ان شاء الله هتنشط السياحه والسياحه ترجع تاني زي الاول واحسن. احنا نشكر ظروف النجانة ونقول له ربنا يعينك على مصر كلها. اسواني انا، اسواني انا مش اي حد، اسواني انا مش اي حد، اسواني انا مش اي حد، اسواني انا، اسواني انا، اسواني انا مش اي حد.